استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس العموم البريطاني برئاسه النائبه اليسيا كيرنرز رئيسه اللجنه حيث بحث العلاقات الثنائيه والقضايا محل الاهتمام المشترك كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الكيني ادم باريدوالي بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ادم باريدوالي وزير دفاع الكيني بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار الدكتور احمد فهمي ان الوزير الكيني نقل تحيات الرئيس وليام رطو الى السيد الرئيس مؤكدا حرص الجانب الكيني على مواصله تفعيل العلاقات المتميزه بين البلدين في جميع المجالات وهو ما سمنه السيد الرئيس مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخيه مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الاشقاء في القاره. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، لا في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، وأثارها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية. حيث أشاد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الامن والاستقرار بالقاره، مؤكدا حرص بلاده على التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركه ويعزز العمل الافريقي المشترك على مستوى القاره ككل. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنه الشؤون الخارجيه بمجلس العموم البريطاني برئاسه النائبه اليسيا كيرنز رئيسه اللجنه وبحضور سفير جارث بيلي سفير المملكه المتحده بالقاهره. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤيه السيد الرئيس بشان الاوضاع الاقليميه خاصه في قطاع غزه حيث عرض سيادته مستجدات الجهود المصريه للتوصل الى اتفاق حول وقف اطلاق النار وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الانسانيه للقطاع مؤكدا اهميه اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الاصيله في حمايه الفلسطينيين من الكارثه الانسانيه التي يتعرضون لها ومنوها إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة وقد شدد سيد الرئيس في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار وفي ذات السياق أوضح السيد الرئيس للوفد البريطاني أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. كما أكد السيد الرئيس خطورة تسع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته. لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم حيث أكد السيد الرئيس أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية مؤكدا دور مصر الداعمة والمساندة للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها. وقد أعربت السيدة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني وأعضاء الوفد عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر سياسيا وإنسانيا لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالإقليم. كما اكدوا موقف المملكه المتحده بشان ضروره التوصل لوقف مستدام لاطلاق النار في قطاع غزه وفتح افاق السلام بالمنطقه، مشددين على دعمهم لجهود مصر في هذا الصدد. اللقاء تناول ايضا العلاقات الثنائيه بين البلدين في ضوء ما تشهده من تطور ايجابي متواصل على الاصعده كافه.